السلام عليكم إخوتي الكرام، أحبابي، أخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو. حلقتنا النهاردة هي عن لعب كوفو مع الجروية الجديدة، وفي نفس الوقت كوفو عمل حاجة غريبة قوي، ده السبب اللي خلاني أصور الحلقة دي، ألا وهي إن هو إدى أمر مباشر للجروية الصغيرة. إيه كوفو اصبر، عايزني ألعب معايا كوفو، إن هي تسمع أمر المنع، يعني لما يقول لها لأ فهي زي اللي هي الزومة دي، فهي تبعد وتتبطل اللي هي بتعمله او ما تقربش من حاجته. اتمنى الحلقه اللي هتشوفوها دلوقتي تعجبكم. لو اول مره تشوفونا اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو. يلا بينا. هاتها هاتها هاتها، جود بوي، هاتها هنا هنا هنا، زقها، جود بوي. بس هات التانية، هات التانية دي، انزل تحت. خلاص خلاص يا غالي، كده كده صحة صحة، هتبلع الكرة الليل. ده كده تكيك كفا. انت عندي ايه؟ دي كرة أصلية بقالها حوالي شهر اهي مع كوفو، زي ما تشوفوا كده أصلية، مش عارف ايه. خد عد براحتك وبصوا، دي بقالها ساعتين مع كوفو، ساعتين بالظبط، وهو حبها اكتر عشان عارف يبوظها، دي معرفش يبوظها فمش حبيبها يعني. بس خليك هنا، خد خد بس. حسب، بس مالكش دعوة بيها، ارجع. بس يا كوفو، لا لا سيبها، ارجع اقعد عدل. جود بوي، خدها خدها خلاص، هاتها، تعالى 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 هنا هنا، جود بوي، سيبها، هاتها بايدك، هاتها ببقك، بس كده. ما تقعد اقعد، تتحركش تتحركش، سيبها. اقعد يكون ما تحركش، جود بوي. العبي بيها هناك، العبي، مالكيش دعوه بكوفو، انا ماسكه انا ماسكه، العبي انت، العبي. مش تلعبي كوفو، روح هات، تعالى يلا، جود بوي. امر المنع عاش عاش يا كوفو، أول أمر كوفو يعلمه يا جماعة بشكل مباشر أهو. كوفو بوي كوفو، ما شاء الله.
كوفو يا جماعة هو بيعلم الأمورة الصغيرة كوين اسمها، بيعلمها أمر المنع، ألا وهو إن مثلا بصوا كوفو سيب اصبر بس. بس أمر المنع أهو، بس بس طيب بص دي بس ولا تجرؤ تقرب لها. بس طيب نقربها منها. كيف بويا كوفو؟ أمر المنع كوفو بيعلمه أهو للكلاب يا جماعة. أهو كوفو أهو جرواية أهي. اصبر. بس مالكش دعوة بيها. ما شاء الله مكسوفة دي ازاي كسب كوفو. ايه ايه طيب بس كوفو كوفو شغلة سيبها سيبها. بص هي مش عايزة تاخدها زي بص بص مكسوفة. بس كوفو ارجع روح اقعد هناك هناك هناك. بس اقعد انزل تحت انزل تحت. Good boy. شاطرة. اللي حصل كالآتي، إن هي بتحب الكرة دي جدا وبتلعب بيها. كوفو جه مسك الكرة وحطها على الأرض قدامها وزام على الكرة، عمل الصوت الزمجرة على الكرة، فهي رجعت وقعدت، راح هو جاي واخد الكرة وماشي. بس من ساعتها بيتعامل معاها بالطريقة دي، إن هو الكرة دي لوحده، لا مالكش دعوة بيها. بس فهي تشوفه بيلعب بالكرة خلاص تسيبه يتابعك. عاش يا كوفو. ماشي كوفو استنى. جود بوي. كوفو تعال هنا 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 هنا. ايوه هناك شاطر. بس سيب الكورة. ايوه سيبها. لا سيبها بس سيبها. تخافيش بقى تعالي العبي يلا. مش هتيجي تلعبي. Good boy. انتي خلاص خلاص انسي انسي. بس كوفو فرض شخصيته عليكي خلاص. وسيبي سيبها لك اهو. سيبها لك اهو سيبها لك. ستي تقدري تاخديها؟ اهي. كوفو انت والله يا كوفو انت بلطجي. كوفو في اللعب يا جماعه ما عندوش يا مرحمين. ايه يا كوفو؟ ها؟ عامل لها رعب؟ انت عامل لها رعب؟ ها؟ ماسك دي فوق. استنى 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 سيبها ارجع ابعد. خدها رايح فين؟ تعالى هنا سيبها. ها؟ جود بوي. حسب ده أمر المنع بتاعك جبار يا كوفو. ها؟ اتعلمت مني أنت صح؟ بقيت خلاص بتعرف تضرب. شاطر. جود بوي. هو ده الكلام ولا بلاش؟ بس سابتها خلاص ومشيت يا كوفو. بس تستاهلها أنت. ما جبتهاش المرة دي. بس أنا اللي بحذفها غلط يا كوفو. ارجع ورا.
كفو هناك روح لف اقعد بس كده. طبعا يا جماعه انا سايب لكم الشاشه ورا عليها القناه، لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك، تفعل زر الجرس هنا اهو الزر عشان يوصلك كل جديد. كوكو يا كوكو، كوكو بوي، يلا انت كده عايزني العبك بيها، انت كده عايزني العبك بيها. كوكو بوي يا كوفو، امام الكاميرا كوفو، خلف الكاميرا محمود. اتمنى تكون الحلقه ما كانتش تقيله عليكم. شكرا.